نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي للصحافة الرياضية، واسمحوا لنا ان انا ونهاوند بقى اللي نستعرض معاكم النهارده. هنروح مع كريم على سبيل التغيير بالظبط كده، على سبيل التغيير، فهنبتدي معاكم بالمنشط الرئيسي في جريدة الأخبار الليلة بدوري أبطال أوروبا، ميلان وتشيلسي في مواجهة نارية. ده العنوان، لكن التفاصيل بتقول تقام اليوم 8 مباريات في إطار لقاءات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. هتبتدي المباراة الأولى الساعة 7:15 مساء حينما يحل مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفا على كوبنهاجن الدنماركي، وفي نفس التوقيت في المجموعة الثامنة هيحل يوفنتوس الإيطالي ضيفا على مكابي حيفا، وهتستكمل المباريات الساعة 9 مساء حيث يستقبل بروسيا دورتموند الألماني فريق إشبيليا الإسباني في المجموعة السابعة، وبرضه في نفس الوقت هيكون في المجموعة الثامنة باريس سان جيرمان الفرنسي هيلاعب بنفيكا البرتغالي، وفي نفس المجموعة يلتقي دينامو زغرب الكرواتي مع سالزبورغ النمساوي، وفي مواجهة المجموعة السادسة يستقبل شختار دونستيك الأوكراني في ملعبه. كويس والله ان هم لسه عندهم مساحه يلعبوا ماتشات كوره في اوكرانيا. المهم هيستقبل ريال مدريد الاسباني، وكمان في نفس المجموعه هيلعب سيلتيك الاسكتلندي امام لايبزيج الالماني. طيب خلينا نقول طبعا المباراه هتبقى ثقيله جدا بين ميلان وتشيلسي، هم تواجهوا تقريبا في 11 مباراه قبل كده، ده اللقاء هيكون حسب معلوماتنا يعني ده اللقاء ال 12، لكن طبعا الكفه الارجح رايحه لتشيلسي. تشيلسي فاز بست مباريات قبل كده مع ميلان او ضد الميلان، ميلان فاز تقريبا في 2 واتعادلوا في 5، فاكيد الكفه الافضل لتشيلسي. يمكن اكبر نتيجه كمان كانت ما بين تشيلسي وميلان كانت 2008 يا كريم، وفاز فيها تشيلسي 5-0 على ميلان. فالنهارده هنشوف مباراه اكيد حلوه، مباراه برضو قويه، ولكن خلينا نقول ان برضو تاني انا اتوقع فوز طبعا تشيلسي، ده حكما على التاريخ ما بينهم، لكن مش فكره الموسم الجديد. ما ممكن الموسم الجديد يكون يعني ميلان افضل، ولو ان هو مش افضل برضو دلوقتي، بس على فترة كل مش أفضل يعني على كل حال هنشوف برضو مباراه قويه، لكن ده كان بالارقام تاريخ المواجهه ما بينهم. خلينا بقى نروح بعد كده يلا كوره معاك برضو. يلا كوره، العنوان الرئيسي فيها انشيلوتي بيقول اتوقع مشاركه كورتوا في الكلاسيكو امام برشلونه، ده العنوان، والتفاصيل بتقول انه توقع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق ريال مدريد أن يعود البلجيكي تيبو كورتوا لحراسة المرمى، طبعا حراسة مرمى ريال مدريد، عقب شفائه من الإصابة في الوقت المحدد للمشاركة في الكلاسيكو أمام برشلونة بالدوري الإسباني لكرة القدم، وأكيد ده هيكون برضو لقاء نار. بص كورتوا طبعا من حراس المرمى التقال جدا ولا غنى عنه، يعني في كده حارس مرمى الفريق بتاعه بيبقى محتاجه، مفيش طبعا عندهم دكة بدلاء وبديل وكل حاجة، بس كورتوا خلاص هو الحارس الاساسي بتاعهم وهم بيحبوه جدا وهو متالق جدا. ففكره الاصابه طبعا اللي حصلت له اللي منعته ان هو يشارك من بدايه طبعا اكتوبر الفترات اللي فاتت دي خالص لغايه كمان الفتره الاخيره دي كانت شويه ربما عامله تخوف شويه للجماهير يعني، لكن فكره هنا الاعلان او تاكيد ان هو ربما هيشارك بتهيألي برده هتدي طمانينه للموسم ان هو هيكون موسم الى حد ما برده في امان شويه لريال مدريد. هيبان على كل حال يا كريم، بس كورتوا في الاول وفي الاخر لاعب طبعا تقيل جدا. نروح بقى لليوم السابع، واعتقد ده يعني خبر يهم كتير من متابعي ومحبي الدوري الانجليزي بصفه خاصه، بس الجزء المحزن بقى في الكلام اللي يخصنا احنا شخصيا، طبعا دلوقتي بقى في رابطه محبي ليفربول طبعا اكيد عشان نجمنا الجميل محمد صلاح، للاسف الشديد الترتيب بيقول حاجات ما تصرش باي حال من الاحوال. هي مش ما تصرش بس يا كريم، هي غريبه، انت عمرك ما شفت الدوري الانجليزي ليفربول رقم 10 يعني 11. كمان 11 يعني حاجه صعبه جدا. لا لا طبعاً غير طبعاً أرسنال مسيطر على زمام الأمور، لكن تاني نرجع ونقول فعلا يعني تعتبر حاجة مش لطيفة. طبعا احنا بنتكلم لا رقم يعني 10 يا حتى كريم، انا صح 10 ولا 11 10 فعلا ما تلخبطناش بقى. المهم المهم 10 اي والله صح العاشر، ما رحناش بعيد، ما رحناش بعيد برضه ترتيب مؤسف وما كانش يعني حتى اكثر المتشائمين كان استحاله يتخيل ان ليفربول مهما تدهور بيه الحال انه يوصل للترتيب العاشر. عايزين نقول لحضراتكم الترتيب بالمناسبه، طبعا في الصداره ارسنال، يليها مانشستر سيتي، ثم توتنهام، بعديهم تشيلسي، بعديهم مانشستر يونايتد، نيوكاسل، برايتون، بورنموث، فولهام، ثم ليفربول. والواحد حتى ملوش نفس يكمل، لا خلاص ما تكملش.
في كده وقت يقول لك بعيد قوي. لا طبعا الدوري الانجليزي هذا الموسم بدايته غير مالوفه، مختلفه الى حد ما. عمرنا ما شفنا ليفربول في التوقيت ده اللي هو بعد عدد مباريات تكاد تكون محدوده ان هو في المركز العاشر. ولكن انا عايز اروح معاك لنقطه مختلفه شويه، فكره المديرين الفنيين. يعني تيجي تتكلم على ارسنال وتتكلم عن ارتيتا وتيجي تتكلم على مان سيتي وتتكلم عن جوارديولا وتيجي تتكلم تحت رقم 10 مع يورجن كلوب. يعني هخليني هنا اقارن بين يورجن كلوب وجوارديولا لان هم اكتر اثنين او يمكن من اشهر وانجح المديرين الفنيين على الساحه العالميه دلوقتي. بس بص بقى جوارديولا فين ويورجن كلوب فين، فطبعا في جاب كبير. وده اللي خلى البعض يا كريم في السوشيال ميديا تحديدا من عشاق ليفربول، البعض انا بقول البعض يقول لك كفايه كده على يورجن كلوب ليفربول خلاص. عارف انت لما تبقى محلك سر مش قادر يقدم حاجه جديده، على الصعيد الثاني الناس اللي هي بتتفق شويه بتقول لك طب بس مين ممكن يجي مكان يورجن كلوب؟ هات الساحه كده مين من المديرين الفنيين المتالقين حتى الكويسين منهم دلوقتي مع نوادي. فان انا لو مشيت يورجن كلوب من ليفربول انا هجيب مين بديل ليه؟ فالموضوع صعب طبعا. ولكن برضو الدوري الانجليزي الميزه اللي فيه ان انت دايما عندك النتائج متقلبه والترتيب طبعًا متقلب. يعني طبعًا ممكن خلال اسبوعين نلاقي ليفربول رقم واحد، ممكن جدا. فسو فار ده مش حلو طبعا بالنسبه للناس اللي بتحب ليفربول، بالنسبه لجماهير محمد صلاح، بالنسبه لنا احنا. لكن خلينا نشوف. الدوري الانجليزي عمره ما كان اصلا بيتحدد في البدايات خالص، ده لغايه الفترات الاخيره بيبقى فيه تنافسيه، بيبقى فيه لسه عدم توقعات، بيبقى فيه مفاجآت. فخلينا نشوف. احنا الترتيب اللي قلنا حضراتكم عليه والذي جاء في جريدة اليوم السابع هو ترتيب لغاية اللحظة اللي احنا فيها، ترتيب بعد اول 10 جولات. لسه طبعا في شوط طويل، لكن برضو البدايات الى حد كبير بتبين الدنيا هتروح لفين. يعني ليفربول مهما حصل معاه ممكن يطلع للترتيب رقم كام، لكن الحاجة الأكيدة أن ليفربول يعني بيمر بظروف لا يحسد عليها بأي حال من الأحوال. ابتدت الدنيا تتكعبل عندهم من أول ما ابتدى يبقى فيه مجرد كلام عن رحيل ساديو ماني. طبعا سبقوا الحساسيات اللي طبعا وسائل الإعلام نفخت في النار من خلالها بشكل كبير جدا بين محمد صلاح وساديو ماني. لكن الحقيقة الفترة الأخيرة دي يعني ملابسات كتيرة قوي تعيسة بيمر بيها ليفربول. أتمنى أن تنصلح الأحوال في أسرع وقت ممكن. أتمنى أن احنا نرجع ونشوف محمد صلاح اللي احنا عاهدناه واللي تعودنا عليه، مش الوضع اللي قائم حاليا واللي كتير من الناس عندهم تحفظات تخصه. بص اكيد، بس برضو انا مش مع فكره ان رحيل ساديو ماني هو السبب في انقلاب حال ليفربول. يعني مش هو السبب، بس انا في كذا عامل. الـ 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 عارفه لما طوبه تترمي في الميه الراكده فتبتدي تبقى في حركه طبعا سلبيه في حاله ليفربول. يعني مجموعه احداث متلاحقه ابتدت نسبيا من اول ما حتى اعلنوا عن موضوع ساديو ماني. ساديو ماني كان التناغم بينه وبين محمد صلاح في الملعب رائع جدا. تحس كانوا بيكملوا بعض الجمل ما بينهم التكتيكيه كانت حلوه. رحيل ساديو ماني وفكره برضو نونيز وفكره برضو فكره الاعتماد على محمد صلاح يا كريم بضغط بهذا الضغط، وكمان ان هو ما اصبحش في المركز اللي هو المعتاد بتاعه اللي هو احرازه للاهداف، كل ده اثر بشكل كبير. ممكن يكون في حاجات برضو اكيد احنا مش شايفينها، ممكن يكون في يعني زي ما اتقال داخليات برضو مش واصله لنا. يورجن كلوب يمكن هيفاجئنا في المباريات اللي جايه بشكل مختلف الى حد ما. يمكن محمد صلاح هيتاقلم اكتر مع المركز بتاعه، الله اعلم. بس على كل حال ليفربول خلاصه مش هو ده ليفربول اللي احنا نعرفه. صحيح. تماما، لا تماما. المركز العاشر ان هو بتكلم بعد تقريبا 10 ماتشات او حاجه زي كده، لا ده مش ليفربول ابدا، في حاجه مش مظبوطه. على كل حال احنا امبارح اتكلمنا بقى ونختم بهذا الخبر. احنا اتكلمنا عن اللقطه دي امبارح وقلنا الموضوع كان في وقته، زي ما اتقال كان في حاجات بتيجي في وقتها. فامبارح كان الجون ال 700 لكريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد، ده مش مع مانشستر تحديدا، يعني هو احرزه مع مانشستر يونايتد لكن ده في تاريخه رقم 700. فحدث ده ما بيعديش كده وخلاص. انا امبارح كان خبر معانا عادي، لكن عايز اقول لحضراتكم بقى اللقطه الحلوه هي فكره ان فريق مانشستر يونايتد كانوا بيحتفلوا بكريستيانو وبالهدف ال 700 ليه في كل الانديه. وتحس تاني ان الهدف يا كريم جه في وقته، الفتره دي كان كريستيانو محتاج اي دعم، اي كريدت، اي تشجيع من يعني الجماهير، اي حاجه كده تحسسه تاني ان انت لا انت كبير، انت كريستيانو رونالدو بعد اي حاجه برده بتمر بيها. فهنشوف. ولكن برده هنرجع نفكر حضراتكم تاني باخر المستجدات الخاصه بكريستيانو رونالدو. هو كان اعلن ان هو عايز يرحل عن مانشستر يونايتد شهر 1 تحديدا بعد كاس العالم. وعلى الصعيد الاخر مانشستر يونايتد كان وافق
امنيا على رحيله. هيروح فين بقى بعد كده كريستيانو رونالدو؟ ايه النادي اللي هيختتم فيه يمكن مسيرته؟ اعتقد ده امر هيكون عليه كلام كتير جدا الفتره اللي جايه. ارجع واقول لك يا زمن بقى يجي علينا اليوم اللي كريستيانو رونالدو يبقى غير مرغوب فيه. مارادونا واسماء يعني برضو كبيره جدا فعلا، ورونالدو البرازيلي وغيره الى حد كبير فعلا فعلا كرويا من خرج من داره اتقل مقداره الى حد كبير، مش مع كل الناس لكن الكم الاكبر من الناس ما ظبطتش معاهم الامور. على ذكرنا ساديو، يعني ساديو ماني مثلا، لو هنتكلم على ساديو ماني كان عامل شغل زي الفل وهو في ليفربول، لما راح بايرن ميونخ حصل ايه؟ هو حسب الانتقال يا كريم اللي انت بتقوله. كريستيانو رونالدو نفسه وميسي شخصيا، يعني ما عدا شويه استثناءات هي قله قليله، اغلب الناس اللي صنعوا اساطيرهم الكرويه مع فرق معينه ويسيبوها ويروحوا فرق تانية ما تفهميش ايه اللي بيحصل، الصوره بتتهز ممكن يعني. بس كريستيانو كان بدايته مع مانشستر يونايتد وكان متالق جدا جدا جدا، هو كان عايز يرجع له تاني ويختتم فيه بنفس المقدار من النجاح اللي كان في بدايته، بس لم يحدث. على الصعيد التاني زي ما انت قلت في ناس بتتالق، يعني مثلا هالاند في مانشستر سيتي دلوقتي، لكن هو جاي منين؟ جاي من بروسيا دورتموند. كان متالق على فكره في بروسيا دورتموند، بس تالق اكتر مع المان سيتي. فهو حسب الميركاتو وحسب النادي اللي انت بتروح له، وحسب المعلومات بتاعتي ان برضو كريستيانو ما كانش عايز يروح مانشستر يونايتد الصفقه الاخيره، لكن تم الضغط عليه. فعلى كل حال اللي حصل حصل بقى. صحيح.